أهلا وسهلا بيكم. خلوني أجاوب على السؤال المتكرر، ليه دايما بنتكلم عن النرجسي بصفته رجل، وليه دايما بنتكلم عن ضحية النرجسية على إنها واحدة ست؟ هو مفيش ستات نرجسيات، هو كل الرجال نرجسيين؟ الإجابة على هذه الأسئلة هي لا. اضطراب الشخصية النرجسية اضطراب نفسي، وبالتالي هو خلل نفسي قد يصيب أي إنسان من أي عمر، رجل أو امرأة. الحقيقة دي مهمة أننا نفهمها في البداية علشان محدش يتلخبط أو يفتكر أن احنا بنتكلم عن بعض الصفات النرجسية العادية الموجودة في كل إنسان طبيعي، أنه يحب نفسه شوية، يحب الظهور شوية، يتمنظر حبتين بأي نجاح عمله، واحدة شكلها حلو شوية حبة نفسها. مش ده اللي بنتكلم عليه. اللي بنتكلم عليه اضطراب الشخصية النرجسية، وده اضطراب نفسي معرف في كتب علم النفس، له صفات محددة هنناقشها بالتفصيل، موجودة في كتابي فخ الطاووس اللي عايزاكم تقروه علشان تتعرفوا بالتفصيل الشديد على المشكلة دي كلها. فبالتالي أرجوكم محدش يتخيل إننا بنهاجم جميع الرجال أو بنتهمهم جميعا إن هم عندهم خلل نفسي، أكيد لأ، ولا إننا بنبرأ كل الستات من إنهم لا يمكن أن يصيبهم خلل نفسي، أكيد لأ، ما هو مرض زي أي مرض بيصيب أي إنسان. الأخطر من كده إن إحنا مجتمعنا بكامله، المجتمع العربي كله مش مصر بس، المجتمع العربي كله في أخطاء في التربية وفي القيم وفي طريقة الحياة للأسف الشديد تساهم بشدة في ظهور ظاهرة النرجسية دي بشكل متوسع جدا عن اللي المفروض يحصل. الخلل النفسي في أي مجتمع طبيعي مش المفروض يتجاوز نسبة بسيطة جدا من عدد السكان. المشكلة بتزيد لما المجتمع يشجع على الصفات الغلط دي، الصفات المريضة دي، باعتبارها صفات جميلة وحلوة والمجتمع بيشجع عليها. اضطراب الشخصية النرجسية أساسه جيني، خلل في الجينات بيتوارث ويظهر أكثر في الذكور عن الإناث. ده سبب إن إحنا دايما بنتكلم عن الذكر النرجسي مش الأنثى النرجسية، لكن في أنثى نرجسية لكن عددها نسبتها أقل بكتير. ولكن الدراسات الحديثة أثبتت إن الخلل الجيني مسؤول عن 25% فقط من ظهور هذه الظاهرة. أمال ال 75% الفضل عبارة عن إيه؟ التربية في البيت والتشجيع في المجتمع. من هنا نبدأ نلاحظ كلنا إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في تربية أولادنا وبناتنا، مضطرين ننتبه ليها كلنا رجالة وستات، لأننا رغما عنا بنساهم في نشر الظاهرة الخطيرة دي. احنا بنتكلم عن اضطراب شخصية وخلل نفسي، ولكن في ناس ما عندهاش اضطراب الشخصية ولا الخلل النفسي، ولكن بتقلد السلوك ده بسبب ان المجتمع والأسرة بيشجعوا الذكر على ان هو يتصرف بطريقة عنيفة متحكمة، يكذب ويتقبل منه ذلك، يخطئ ويتقبل منه ذلك، يتعامل مع الستات والبنات بصفاتهم أقل منه، وإن ده مقبول جدا وطبيعي على إن هم خلقتهم امتداد ليه ومخلوين عشان يخدموه وما لهمش أي قيمة في الحياة غير إن هم فخموا فيه ويعملوا اللي هو عايزه. وبنربي الطفل الولد الصغير طفل على إن هو أخته بالنسبة له في نفس الموقع ده، وبعدين نفاجأ إن هم لما بيكبروا الاتنين بيفشلوا في جوازهم. الابن بيدور على بنت يتحكم فيها، فحتى لو عرف يلاقي ده بعض الوقت أكيد هتفوق في وقت من الأوقات وأكيد هترفض ده. والبنت بتدور على النموذج اللي تربط عليه، إنها تبقى تربط على إنها مؤدبة وطيبة وغلبانة وتقول حاضر ونعم، والراجل تاج راسها وسيدها. الكلام ده جميل لو وقعت في راجل طيب وكويس وهيقدرها وهيقدر إنها بتحبه بجد وعايزة تديله بجد. المشكلة الخطيرة لما تقع في واحد اتربى على الاستغلال، فهيستغل ضعفها لحساب نفسه. لذلك الظاهرة منتشرة أكتر مما تتخيلوا، وأرجو الرجال اللي بيسمعوني انتبهوا للكلام اللي بيتقال ده والتفاصيل اللي هتتقال بعد كده في الفيديو، التفاصيل الموجودة في الكتاب، وما تاخدوهاش على إنها إهانة شخصية ولا إنها بتشاور عليكم كلكم. خدوها على إنها فرصة إنكم تعرفوا معلومات مفصلة عن مشكلة كبيرة جدا في مجتمعنا، تطالكم أنتوا كمان تقدروا تستخدموها في إن أنتوا تنتبهوا وتصلحوا لو عندكم مشكلة، تنتبهوا تتوجهوا لدكتور نفسي أو أخصائي نفسي لو حاسين أن الموضوع أكبر من أنكم تحلوه لوحدكم، تنتبهوا لكل الستات اللي حواليكم، أختك وبنتك ومراتك، أن أنتوا تحموهم من التعرض للأذى من خلال المشاكل الناتجة عن اضطراب الشخصية النرجسية اللي هيقابلوه في كل حتة في مجتمعنا، مش في البيت بس، مش من الزوج بس،
من الزوج والأب والأخ والمدير والمدرس وناس كتير قوي، لأن المجتمع كله بيزق في نفس الاتجاه. هتستفيدوا بيك يا رجالة في أن أنتوا تربوا أولادكم وبناتكم بطريقة معتدلة أكثر، فيها أكثر احترام للاتنين متساوي، ما تربوش حد على أنه أقل من حد أو أحسن من حد، وتتفادوا الصفات اللي هشرحها بالتفصيل في سلسلة الفيديو دي والموجودة بالتفصيل في كتابي فخ الطاووس المتاح أونلاين دلوقتي تقدروا تشتروه. حبيت بس أبدأ بهذا الفيديو من الأول كده علشان نبقى واضحين، محدش يتخيل أن أنا بهاجمه، محدش يتخيل أن مفيش ست نرجسية، أيوة فيه، ووحشين جدا ومؤذين جدا وهيوصلوكوا لمشاكل كبيرة جدا، ولكن نسبتهم كام في مجتمع بيشجع العكس؟ نسبتهم كام لو بصيتوا حواليكوا وشفتوا كام واحد راجل مأذي من مراته النرجسية في مقابل كام واحدة ست مأذية من أبوها وأخوها وجوزها ومديرها ومدرسها النرجسية؟ هتفهموني أكتر لما أشرح أكتر إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. برحب جدا بالنقد البناء، وبرحب جدا بالأسئلة وبالتعليقات وبالاقتراحات. بشكركم جدا على المتابعة، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.